الجولة الثانية من الحرب بدأت الآن، ومواقع تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة التي استغلت حالة الفوضى في المحافظات الجنوبية بعد طرد ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع منها لتتمدد فيها، باتت الآن تتهاوى موقعاً بعد آخر. الحوطة عاصمة محافظات لهج، وموقع آخر صار في يد القوات الأمنية بعد أشهر من سيطرة تنظيم القاعدة. مصدر عسكري أكد أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من فرض سيطرتهم الكاملة على الحوطة وطرد عناصر القاعدة منها. عقب حملة عسكرية ضخمة شارك فيها المئات من الجنود والعشرات من المدرعات إضافة إلى مروحيات أباتشي تتبع قوات التحالف العربي. وأضاف المصدر أن عناصر القاعدة فروا من المدينة بعد اشتباكات خفيفة فيما تم القبض على 48 عنصرا منهم مؤكدا أن الجيش انتشر في كل الشوارع والتقاطعات بالمدينة بعد السيطرة عليها بشكل كامل وعلى المناطق المحيطة بها. وجاءت سيطرة القوات الحكومية على الحوطة بعد أن شهدت الأيام الماضية غارات متقطعة نفذتها مقاتلات تابعة للتحالف العربي واستهدفت مقرات ومواقع يسيطر عليها التنظيم تمهيدا للحملة العسكرية التي تأتي في إطار المرحلة الثانية من الخطة الأمنية التي أعلنتها السلطات الأمنية قبل أسابيع وكان تنظيم القاعدة يسيطر على الحوطة منذ أكثر من خمسة أشهر وقام بنسف عدد من المباني والمقار الحكومية منها مبنى الأمن السياسي والنيابة العامة ومقر شرطة المدينة تمت استعاده الحوطه اذن وكسبت الشرعيه جوله اخرى في حربها مع التنظيمات الارهابيه لكن يبقى الكثير مما يجب على الحكومه فعله لاعاده الاستقرار وتطبيع الحياه في المدن التي تقع تحت سيطرتها